سلام معكم تونا، رجعت لكم فيديو جديد برد افعال جديد. اصدقائي، مثل ما بتعرفوا نحن مستمرين بالبيفي اللي سايب الاردن بين صهيب ودايك. اليوم راح نشوف ديس تراك تبع صهيب على الداهيه. اصدقائي، ما بدي اطول عليكم، اذا ما لكم مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس، خلينا نشوف صهيب شو راح يقدم لنا. يلا اصدقائي، فيديو شغلات. الراب صح، شو الانترو صهيب؟ طلاب الاردن سلام يا زلمه، ما شفت زيه اثنين لسه. شو بيجي بعد سلامه؟ صهيب ضرب. شو طلاب صح، طلاب الاردن سلام يا زلمه، ما شفت زيه اثنين لسه. زومبي كمان صار زومبي. بيجي بعد سلامه صهيب ضرب. شو بيجي بعد سلامه صهيب ضرب. انا صهيب ضرب بنسب عليك. طلع الزلمه سكور. بعرف فهمكم، بكفي بكفي فهمكم. رميت بنشي بينك وبين نسوان، بنشت حالك كسرت اسنانك، احكي لي هل هتكذب اذانك؟ طب انا كيف جبت الرقم من رن اللي اول؟ بدي سرابرز السين، بدك فيوز، يعني مين اللي بتصول؟ لا تسوقوش افلام ركيكه بدون اخراج، انتو الرذاذ، انا صلب كما القواعد والابراج، انا المعدن النقي انتو الزجاج، كانك رق نموك ما اكتمل مخك، عقدك بدك خداج، ساقينك مثل الدابه يا احمق. لا ايديت سهمك خشب، قوسك هشمه اطلق، هالفتره انت وقناتك شايلكم كدامبلز، وقت ما قرر اوقف البيف بطيكم كلكم كانكم كاند. لولاش تير عمرك ما توصل اخر جولة، وكيف بيخافوا منك وهم جوا وانت برا الدولة؟ يو ديرتك كلها العرب وطانك، ولوطنك ما قدمت يبو امريكا، ببزق احد لو اني مكانك. تحرق الساحة قش لفة، ما هم جنبك خف علينا يا لعب الخفة، لو انهم عندك بتحلف عليهم هالحواجب، لانه شعرات باط نملة عندك الشوارب. يلا كذب لسانك، اعترفت انك مش معروف، وكل ما تزود كذب بتهين اللي عندهم، كنت مضيوف ما بطل خشمك لانه انكسر، كل ما تكذب بيزيد عندك الصوف، وبشارع بشبعك كفوف. لانك مش فايتر، اربعة بواحد جوست رايتر، اجتمعوا بسايفر الباغا حذر ومايكي سنايبر، صوت الباك سامع صوت اللي انسلخ هاتريك، جمعتهم ضدي مين فينا اللي بلاستيك؟ ضارب اقواسك بصفر عليك بطقطق، مبسوط بجيب سيت احس يخليه يسترزق، وانا معتبر توي وانا تروي بلعب فايق، بيعرفش بالدليفري فقنع الجمهور قال انه رايك. شفت انه كندرة بدال احبالك، كل ما تحاول ترفع صوتك بتريل على حالك، والدوشة دوشة المتفرعن لهسا دوشيته، صرتوا توينز هسا فدي لانه صيتك مش بسيطه، قرب يموت يكتب وصيته، عينك وقحة اثبتت اني لحالي على عماني جيته، الغلطة عداوتي صعبة ورطة، والعرطة انهم قدرولي بواقع فما اشتكوا للشرطة. وكل السين نجس، السين ضدي فشل، حمار ما بفهم معنى بعامل بالمثل، سريع انا جيمس ويب روكت فاضي الفشك، بيف معك كاني بشتري بالبحر سمك، وانت الوحيد الفعلا مستفيد من قبل العيد، ضحيتك ذابحك قاطع وريد، وبعد البيف الريتش ببين عنده هل هيزيد، ما عنده قبول زي الكلب هيشمشم على بيف جديد، بيعتمد على كارهين خصومه، ما هو بحالته فيش خيار ثاني، ما عنده راب فما بلومه، اتوتر لما سبيته ما عرف يتصرف طفل، وبجديه موضوعك بالراب ولا برات سهل، عرق صب من جبينك كثر، لو انك زلمه ما كنتش مني بترضى مني، اني بسخافه اعتذر، وتكمل مكالمه معانا ساعه ونص للفجر، بقنعنا فيها قال انه بالبطوله ما خسر. علموا عليك عبيده سعد وجي، وبالمجال قاعد بخزقك، حط البيف بالسي في، لا تفوت عالمنا مع اصحابي كانيس، لانه عتمه جوا جونا الوضع طل طميس، ما قدر شي يخبي جواته قديش كان غيران، اني بنشر الهوش بس بنشر لفلان وفلان، ولما تولعوا نار تحمل الدخان، خذ حقائق هالسين كله لقلقت نسوان. كثير بطيء مقيمك، فاهم كيف؟ يعني ولى عليك يعني قدام الناس، انت يعني الشاب اللي بحب طارق، واللي بموت عفلاكه، واللي بيعشق دين ابصر مين صوت مين، واللي انت كثير قاعد تطلع صدايه جيمه قدام جمهورك. انا بصفن والله، بعتب يعني انه طب دقيقه، اذا معنا صاحبك ولا عليك يا زلمه، معك حق تعتب زيهم ما قدرتك، فزيهم غدرتني وما غدرتك، وبطيب غادرتك وبطيب غادرتهم، بس الكل ظل يحفر لي لاني شوكه بحلقهم، بس انت دائما انت اللي بتفيدهم اكثر، عليا انت اللي بتفيدهم اكثر. اكرمت كريم اكرمنا، كرمت لئيم تمرد، لما جوعان يشبع من مبدع بتجرد، وعلى حبينها تتعب وانت بتلعب، روق اللعبه عليك عم تصعب، ستوري تيلينج اله وقته، مش بس للفضايح، صرت صاحبهم اللي عنهم كنت تعطيني نصايح، دير بالك منهم هذول بواقين، اجتمعت المصالح انتو بس اصحاب بالسين، لسه فيك نازل فرد لانك مش تايب، حط الكل عجنب بضرب عصايب، انت مطرف يعني ما برمي عليك اي لوم، انا النايت مير، ارجع غني طار النوم، ما عندك اي تاريخ
مشوش اللي دماغ متناقض انا بمسيرتي انت مسيرتك فراغ لو اتف بخسرك فتت عشان اللي بظهرك حزام خسرك ولا كلين سهل عصرك صياغتك سيئة عندك فيش تأهيل حكيت لقدامي اعضاء تناسلي رجع حكاني فيل انت مش مستفيد منهم وحلول مستفيدين منك يعني هسه اقنعني انك انت كنت مستفيد من ابو لب انا بقدر الصاحب بحط ايدي بايده سوا نخوف المصاعب انت بتقيس صداقات الفوائد معدنك ردي مش متعود على الموائد هيك طبعك لو تتطبع بتضل زبالة بتنضفش لو حطيناك بغسالة مش كلين تراكات من سنين لسه بترجي فتحة وجهك بتفرقش عن فتحك الشرجي يا منافق لانك كل ما تحكي كأنك قاعد بتخرى انت مش جيد بالكورسات غير هاي الفكرة لا تعملش كورسات تعملش هوكات بكرهوني على الستوري ابعث لهم بيعملولي بلوكات لسات انيمي خذ غزوة من قتيبة تحيات لسوريا مستر جي والصاحب عبيدة بطيء لا يفضي يساعدوه فبعرف الشندز نغزك صاحبك بالبطولة انت رياض بس مش محرز تبنشي بينك وبين نزوان تبنشي بينك تبنشي تستسنانك احكي لي هل هب تستسنانك بيجوا على السلامة صاحب مرابي صاحب مرابي كانت سبالي بلها الزلم اذكر تسوق وش افلام رتيكة بدون اخراج وذاذ انت مش مستفيد منهم كل مستفيدين منك افلام رتيكة بدون اخراج وطن وطن ارسل كمال قواعد بالبرقي انت الزجاج انا بنعمل كما المخك عقلك بدك خدوم اخ شباب خلينا نعطي رأينا بالتراك الامور فاتت بالبعض هلا الاثنين رح ينشروا كل شيء مخبى قدام الجمهور تمام فكان تراك نوعا ما انا بحكي بوجهة نظري انا واحترام كبير لسوايب تمام انا ما شفت هالقوة بهالتراك ولكن عم بيحكي على قيل وقال وحكي الناس عم بيرد على كلام داية وهو كمان نفس الشيء عم بيرد على كلامه لسوايب لرد لك وعم بيطلع حقائق وعم بيطلع فضائح وعم بيطلع كل شيء تراك نوعا ما الانترو ما كان بمكانه تمام ولكن الحقائق اللي هو قالها تمام بالتراك انا ليش ما قلت انه مع هالقوة لانه مو هذا جو صهيب مو هذا ليفل صهيب عرفتوا كيف صهيب عنده قوة ولكن هو اللي خلانه يرد بهالطريقة ما بعرف انه عم يحط كلام بيحط فويسات بذكر الجمهور انه في شيء صار ورا الكواليس مثل ما قال لي داية كمان رح نشوف الشباب لوين رح يوصلوا تمام رح نشوف رد داية كمان بهالبيف لسه ما خلص مثل ما قالوا الشباب لسه عالبيف بأوله فرح نشوف شو رح يقدمون له لا تواخذوني الشباب ما شفتوا اي رياكشن انا مفوكس على الكلام اللي قاعد عم بحكيه صهيب حتى قادر حلل واحكي لكم شو عم بيصير هون عرفتوا كيف لا ما شفتوا اي رياكشن على وجهي انا مفوكس اشوف انه شو راح يقدم انه انا ما بعطي رياكشن فيك على انه واو شو قال هون عرفتوا كيف يعني انا مالي هالشخص انه مالي فهمان جو رياكشن كيف فلهيك انتوا اليوم ما شفتوا رياكشن قوي بهالفيديو ولكن بايام الجاي بنشوف شباب شو راح يقدمون لنا بالبيف طبعا الاثنيناتهم برجع بعيد داهي ولا صهيب الاثنيناتهم ماكس ولا سين الاردني تمام هن شباب قوايا هذا خيراتكم كلياتكم شباب اذا ما لكم مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه هاي اهم شيء وشباب بدي نوه على نقطه انتم بتتفرجوا على الفيديو حطوا لايك على الفيديو لانه هذا الشيء بيساعد انه الفيديو يرتفع يطلع بمقترحات للناس ثانيين فانتم بتتفرجوا على الفيديو فعم تشتركوا بس ما عم تحطوا لايك هذا خيراتكم كلياتكم فضلا وليس امرا حطوا لايك على الفيديو اشتركوا بالقناه وكان معكم اخوكم التوني من قناة التوني في امان الله عندك القلب لا تطحاش عندي القلب لا رش ريش عكافي هالحياة ما تحافوا راسك بالرجلي عم خرطيش سيوف سيوف انكبر على الوضع من وقف خوف خوف ما نعرف اصحابي عم وشك تسقف